بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في المحاضرة رقم 12 من محاضرات Document and Information Management Course. إحنا كنا اتكلمنا في المحاضرات اللي فاتت عن الـ Document Management، واتكلمنا عن تعريف الـ Document Management واستخداماتها ومين المسؤول عن الـ واتكلمنا عن كل صفاته، عن تعليمه، عن مهاراته، عن السكيلز اللي المفروض تبقى موجودة عنده، عن كل حاجة، كل ما يخص الشخص المسؤول عن الدوكيومنتس دي، وهي الكارير لادر بتاعه، وهو ريبورتد لمين، وكل ما يخص الدوكيومنت كنترول. بعد كده اتكلمنا عن الدوكيومنت مانجمنت وايه هي البرنسبلز بتاعتها، وبعدين اتكلمنا عن الايزو، واتكلمنا عن الكواليتي مانجمنت سيستم ريكويرمنت اللي هو الايزو 9001 على 2015. قلنا هو ده المثال اللي احنا هنشرح فيه الستاندر بتاع الايزو، واتكلمنا ان احنا كان عندنا 10 كلوزز في الايزو: السكوب، الريفرنس، الديفينيشنز، كونتكست اوف اورجانيزيشن، ليدرشيب، بلاننج، سبورت، اوبريشن، ايفالويشن، اند اخر حاجه improvement. وطبقنا كل الحاجات اللي احنا اتعلمناها في الايزو على الدوكيمنت بروسيجرز اللي احنا بنعملها. طبعا احنا اتكلمنا بالتفصيل في المحاضرات اللي فاتت عن كل اجراء احنا بنعمله كدوكيمنت كنترولرز، وقلنا ايه كل الحاجات اللي بتخص الاجراء ده، من اول ما بنبتدي نستلم الدوكيمنتس وبنعمل لها تشيك دوكيمنتس كوايت تشيك، وبعد كده بنرجع نعمل لها ريجستر، وبعدين بنعمل لها ديستريبيوشن، وبعدين بنحاول ان احنا نكنترول الداتا دي الموجوده على السيرفر او على الكمبيوترز عندنا، واخر حاجه لما بنعمل لها فايلنج. بس دي ما بتعتبرش ان هي اخر حاجه، لان احنا بنرجع نعمل بروسيس تانية او اجراءات تانية على الفايلنج اللي بيتحط في الفايلز ده. اتكلمنا كمان عن اجراءات الصيانه للاجهزه بتاعه التصوير وبتاعه البرينترز اللي احنا بنتعامل معاها، وكل الاجهزه والايكوبمنت الموجوده عندنا في البروجكت او في السايت. وبعدين قلنا ازاي ان احنا بنقدر نخزن الدوكيومنتس بتاعتنا بطريقه سيف، وبطريقه ان هي بتكون ليها سكيورتي عالي، علشان نحاول ان احنا نقلل الدامج اللي بيحصل للفايلز، او نحاول نقلل سرقه الفايلز بتاعتنا او ضياعها. وبعدين قلنا ايه الفرق ما بين الاركايفنج والهاند اوفر والفايلنج. قلنا ان الفايلنج بيحصل ديلي بيزس في البروجكت خلال فتره المشروع، وبعد كده الاركايف بيحصل لما احنا بنبطل ان احنا نستعمل او نحتاج دوكيومنتس معينه، فبنعمل لها اركايف للهيد اوفيس. والهاند اوفر بيحصل في نهايه المشروع لما احنا بنخلص المشروع وبنسلم كل حاجه، نسلم كل الدوكيومنتس دي للمالك علشان يبتدي عمليه الاوبريشن. تمام، ده الجزء اللي احنا اتكلمنا فيه. احنا النهارده ان شاء الله المحاضره رقم 12، تاريخنا النهارده 17 اغسطس 2022. هنبتدي النهارده نتكلم عن الدوكيمنت مانجمنت، ان احنا ازاي هنبتدي ان احنا نعرف الدوكيمنت الامبورتنت elements اوف دوكيمنت اند كنترول اند انفورميشن مانجمنت. طيب النهارده هنتكلم عن 4 حاجات في الموضوع ده. اول حاجه، ايه هي الدوكيمنت مانجمنت، وايه هي الوظائف الاساسيه للدوكيمنت مانجمنت، واحنا ليه بنحتاج سيستم للدوكيمنتس عندنا، وايه هي العناصر المهمه الواجب توفرها في اي سيستم للدوكيمنتس موجود عندنا. اول حاجه هنا بنتعرف عن الدوكيمنت مانجمنت. ايه هو الدوكيمنت مانجمنت؟ اولا احنا بنعرف الوثيقه، بنقول ان الوثيقه هي المعلومات والوسيط الذي يحملها، ده طبقا لتعريف الايزو 9000 ل 2015. وفقا للمعيار ده بيقول ان الوثيقه هي كل شيء بيحمل معلومه زائد المعلومه، يعني هي المعلومه والحاجه اللي احنا بنشيل فيها المعلومه. تمام، فاحنا بالنسبه لنا لما بنسمع كلمه مستند بيجي دايما في خيالنا الوورد فايل، الفايل اللي مكتوب على الوورد او على الجهاز او اي فايل وورد. تمام، بس الكلام ده مش صحيح، لان الدوكيومنتس بالنسبه لنا بتعتبر ان هي اي حاجه انكلودد الصور، الكلام الموجود على الورق اللي هو الريبورتات او اي حاجه او اي ريكورد موجود على اي بيبر، الملفات الرقميه اللي هي الملفات الرقميه دي اللي هي الفايلز بتاعتنا الهارد كوبي بعد ما بيتعمل لها سكان وبتدخل السيستم بتاعنا،
ومقاطع الفيديو الرقمية، لأن وارد إن إحنا في البروجكت عندنا أو في السايتس عندنا إن في جزء من المهندسين دايما لازم وأنت بتتسلم أو أنت بتستلم كدوكيمنت كنترول التولز بتاعتك بتاعة البروجكت لازم بتراعي كده، لو أنت بتاخد بالك إن هو بيكون فيها كاميرا ديجيتال. الكاميرا الديجيتال دي مهمة جدا إن هي بتريكورد حاجات كتير في الموقع، ممكن يكون في مثلا خطأ حصل في صبة معينة أو في جدار مثلا معين في شرخ أو في حاجة، فبنبقى محتاجين نبين ده. السايت انستراكشن اللي بيطلعها المهندس بيبقى محتاج ان هو يبين الجزء ده، فعلشان يبين الافيدنس ده او يبين الوقت بتاعه، لان وارد ان يجي المقاول يقول له ما حصلش الكلام ده، لا المبنى بتاعي كان كويس ما كانش فيه اي شروخ ولا كان فيه اي مشكله. الافيدنس ان هو حصل في ده ان هو بيبقى معاه كاميرا رقميه تعمل ده. كان في موقف طريف حصل في لمديري من ايام المشروع في المشاريع، يعني كان بيقول ان هو حصلت حادثه ولولا ان هو الراجل ده كان معاه كاميرا ديجيتال ما كانش حصل ده. المدير ده كان دايما بيلبس الخوذه وفيها كاميرا ديجيتال عشان ما يضطرش ان هو يمسك الكاميرا بايده، فكان بيعلق الكاميرا، كانت كاميرا صغيره كده مخفيه جوه الخوذه بس كانت بتصور وبتسجل كل حاجه موجوده عنده في البروجكت. السايت تور اللي هو كان بيروح يعملها كانت بتسجل كل حاجه عنده في السايت، تمام. ففي عامل غالبا ما كانش لابس السيفتي بتاعه، او كان في حاجه هو عاملها غلط، او كان بيشرب سجاير حاجه زي كده وهو واقف على المبنى من فوق، فهو اول ما شاف المدير داخل عليه وقع من على المبنى من كتر ارتباكه، فوقع من على المبنى. طبعا كل الناس مسكت المدير ده وقالت له ايه، ان انت اللي مسؤول عن ان الراجل ده وقع، انت اللي زقيته، لان ما كانش فيه غير هما الاثنين بس الموجودين على الروف، فايه يثبت ان الراجل ده ما وقعوش؟ من حسن الحظ ان الراجل ده كان لابس في الخوذه بتاعته الكاميرا اللي انا بقول لكم عليها دي، فبالتالي يسجل الواقعه بتاعه وقوع العامل ان هو ما لمسهوش، ان العامل لما شافه وهو بيشرب سجاير وقع منه، ارتبك وقع. فدي حاجه من ايفيدنس، من ضمن الايفيدنس اللي هي كانت يعني انقذت حياه واحد او سمعه مهندس في حاجه زي كده، تمام. كمان من ضمن الحاجات اللي احنا بنعتد فيها از دوكيمنت، بنقول ال سي ديز او الدي في ديز او الهارد كابلز او الهارد درايفز اللي احنا بنتعامل بيها في الـ في الدوكيمنت، تمام. بعد كده هنتكلم عن الوظائف الاساسيه للدوكيمنت مانجمنت. انا بالنسبه لي كدوكيمنت كنترول انا محتاجه السيستم بتاعي يعمل ايه علشان ابقى اقول ان ده سيستم فعال او ان هو سيستم كويس او ان انا اقدر اشتغل. اول حاجه محتاجه ان هو يكون في التقاط للمستندات، ان هو اقدر ان انا ادخل المستندات في السيستم بطريقه سهله بالنسبه لي وموفره للوقت وما بتعملش اي مجهود بالنسبه لي. فمهم جدا ان انا ادخل المستندات بطريقه سلسه، تمام. فالكابتشر دوكيمنتس بتحصل عن طريق حاجتين، اما انا عندي المستند ده عباره عن هارد كوبي فانا بعمل له صوره ان انا بصوره بكاميرا رقميه او بصوره بالموبايل وبدخل الداتا بتاعتي دي على السيستم، او ان انا عندي الدوكيمنتس دي لم يتم انشائها، انا لسه هكريت الدوكيمنت دي، فبالتالي ببتدي ان انا استعمل معالج النصوص اللي هو الوورد او البي دي اف في ان انا ابتدي انشئ المستند ده لو انا اصلا عندي سيستم للنظام ده، تمام. فبالتالي احنا عندنا طريقتين لان احنا نبتدي ان احنا نعمل كابتشر للدوكيومنتس، اما الطريقه اللي هي المستند عندي اصلا وانا بلتقط المعلومات دي عن طريق الكاميرا او عن طريق السكانر، او ان انا اللي بنشئها بنفسي عن طريق البرامج اللي انا بتعامل فيها. تاني حاجه مانج اند تراك الدوكيومنتس. احنا طبعا لما اتكلمنا من في اول محاضرات عن موضوع الدوكيومنت مانجمنت قلنا ان الدوكيومنت مانجمنت دي هو سيستم بيتيح ليك تخزين المعلومة أو تخزين الانفورميشن، وبعد كده مانج الانفورميشن ان انت بتقدر تدير المعلومة دي، وبعدين تقدر ان انت تتتبعها تعمل لها تراك، واخر حاجة تبتدي ان انت تعمل لها ديسبوز لما تكون انت خلاص تخلصت عاوز تتخلص منها ومش محتاج الدوكيمنتس دي anymore. فانا عندي نظام ادارة المستندات لازم يتيح لي ان انا اخزن المعلومات وأدرها وأتعقبها وأقدر إن أنا أتخلص منها بطريقة آمنة بطريقة تمام، تمام. بعد كده تاني حاجة بنتكلم فيها إدارة المستندات وتتبعها، التحكم في المستندات، إن أنا بشوف إن أنا مين ليه الحق إن هو يوصل للمعلومة دي أو يوصل للداتا دي، وإن أنا أقدر إن أنا أحفظ كل الإصدارات اللي فاتت بتاعة الدوكيومنتس وأسيب آخر إصدار بس هو اللي متاح للاستخدام.
ما ينفعش ان انا يبقى عندي سيستم بيديني اخر اصدار بس للدوكيمنتس. طب ما انا ممكن اكون محتاجه الهيستوري بتاع الدوكيمنتس دي عشان اعرف هل طلعت هي صح ولا لا. انما انا بالنسبه لي لو انا عندي كل الهيستوري، وبرده لو عندي كل الهيستوري فممكن يعمل لي مشكله ان ممكن حد يشتغل على فايل او على هيستوري مش ابديتد، على اصدار مش ابديتد. فانا محتاج ان انا يبقى عندي الاصدارات في الريكورد، بس يبقى عندي اخر واحد نيوز، هو ده بس اللي انا هقدر استعمله. حاجة تانية إن أنا يكون عندي تسجيل للوصول والمغادرة لكل شخص بيتعامل في على السيستم، لأن ده بيسهل عليا كتير إن لو حصل موديفيكيشن على أي دوكيمنتس إن أنا أقدر أعرف مين اللي عمل الموديفيكيشن ده. وكمان يقدر يتيح لي السيستم ده إن أنا أسمح لناس توصل للمعلومة، أو ناس توصل للمعلومات كلها الموجودة المتاحة على السيستم، وفي ناس توصل لبعض المعلومات ومعلومات تانية بتبقى هيدن بالنسبة لها ما تقدرش إن هي تشوفها. تمام، احنا طبعا اتكلمنا على السيكيورتي قبل كده في الداتا، في السيكيورتي فاكرين اتكلمنا عنها في ايه، في الكنترول اوف كمبيوترز داتا، انا ازاي اقدر ان انا اعمل كنترول على الداتا بتاعتنا. بس احنا ده كنا بنتكلم فيه لو انا بعمل كنترول او ان انا بعمل سيستم بالطريقه المانيوال. دلوقتي احنا بنحاول ان احنا نبقى الطريقه بتاعتنا طريقه اوتوماتيك. فانا ده انا لازم ادور في السيستم بتاعي، او السيستم بتاعي مهم ان هو يعمل لي الكلام ده. طالما انا هتعامل بسيستم يبقى مهم جدا السيستم ده يكون بيعمل لي كل الحاجات دي. فقلنا اداره المستندات وتتبعها محتاج ان انا اعمل حاجتين، ان انا اعرف ان كل دوكيمنت من الدوكيمنتس دي مين اللي اتعامل فيها، مين اللي مصرح له ان هو يتعامل بيها، مين اللي مصرح له ان هو يشوفها، مين اللي يقدر يأدت عليها او يزود عليها او يمسحها. حاجه كمان ان هو يكنترول الاصدارات من كل الدوكيمنتس، ويبقى هو عارف ان هو ان ده اخر واحد بس هو اللي موجود اللي متاح للاستخدام. تمام، حاجه كمان store and dispose of documents، ان انا اقدر ان انا اخزن الوثائق بتاعتي بطريقه كويسه. زمان كنا احنا بنخزن الدوكيومنتس بتاعتنا بطريقه مانوال، بطريقه هارد، ما كانش عندي اي حاجه اقدر ان انا اشيلها على الكمبيوتر، ما كانش عندنا الثقافه بتاعت ان انا اسكان كل الدوكيومنتس واخليها عندي سكان لما اجي احاول ان انا اتعامل بالفايلز سكان. لا، احنا زمان جدا كنا بنتعامل كلنا بالفايل الهارد كوبي، لما كنا بنحتاج حاجه كنا بنروح نجيبها من الهارد كوبي. بس كان عندنا مشكله في الهارد كوبي ان ما فيهاش امان، اي حد بيقدر ان هو يروح ياكسس الفايلز ويفتح الفايل، ممكن حد ياخد معاه الفايل وهو مروح البيت، ممكن لا قدر الله تحصل حريقه في المكان فكل الفايلز، تخسر كل الفايلز اللي عندك. ممكن بعد فتره زمنيه بتلاقي الاحبار الموجوده على الورق ده بدأت إن هي تبهت، والدوكيومنتس ما بقتش إن هي واضحة زي ما أنت متخيل إن أنت قادر تشوفها. في حاجات تانية كمان إن أنت ما بتقدرش تكنترول مين اللي يقدر يشوف الداتا ومين ما يقدرش يشوفها. فبالتالي الموضوع ده كان عامل لنا مشكلة تانية. بدأنا بعد كده تطورنا شوية إن إحنا بدأنا إن إحنا نشيل الداتا على هارد ديسك، أو على سوفت، على دي في دي مثلا، أو على سي دي. والحاجات دي كانت الى حد ما كانت طفره طبعا، ان احنا بعد ما بنشتغل بفايلات قد كده وبنشيلها وبنتعب فيها في ان احنا بنقرا رايحين جايين بيها، بدانا بعد كده نتعامل في الحاجات دي على حاجه سوفت كوبي على اسطوانه بس. بس برضو الاسطوانه فضلت السكيورتي بتاعتها مش تمام، لان ممكن حد، ان اي حد يقدر ينسخ الاسطوانه دي، ممكن اي حد ان هو يقدر ياخد الاسطوانه معاه، ممكن برضو لو حصل اي مشكله للاسطوانه ان احنا ما نقدرش ان احنا نفتح الداتا اللي عليها. كمان الاسطوانات بقت حساسه ضد التراب والكلام ده، لو الاسطوانه جالها شويه تراب او اتجرحت مش هنعرف ان احنا نوصل للداتا اللي عليها. فبدا ان احنا يظهر عندنا الدوكيومنتس ان هي بيتعمل لها فايلنج على السيرفرز، وبدات تظهر عندنا المفهوم بتاع السيرفرز والمفهوم بتاع الداتا، ان احنا بنحط الداتا على سيرفرات كبيره وبنلجأ ان احنا نوصل لها وبنسيفها هناك وبنعرف ان احنا نتعامل. بس كان عندنا مشكله ان الداتا الموجوده على السيرفر دي بتحتاج دايما ان انت تزود الاستورج بتاعتها وتزود الامكانيه بتاعتها لتحمل دوكيمنتس تانيه، فدي برضو كانت بتبقى تكلفه زياده علينا. دلوقتي بقى التوجه كله ماشي للكلاود، ماشي ان كل اداره المستندات بتبقى عن طريق الكلاود، عن طريق اللي هي الطرق اللي بيسموها السحابيه، ان انت تبقى رافع الدوكيمنتس بتاعتك على سيرفر بس موجود على الانترنت. انت مش بتحتاج ان انت تعمله صيانه، انت مش بتحتاج اجهزه ان انت تتابع بيها الكلام ده، تقدر تتابع الدوكيومنتس دي من على موبايل، من على الايباد، من على الكمبيوتر، من على اللابتوب بتاعك في البيت. وانس ان انت هتقدر ان انت تاكسس اي سايت بالانترنت، لو انت عندك انترنت متواجد تقدر انت تدخل تكتب اسم السايت وتقدر ان انت توصل لاي معلومه انت محتاج توصل لها. طبعا ده وفر حاجات كتير، وبقى بالنسبه لك المحتوى اللي انت عندك
يبقى محتوى احسن، ومن انت بيبقى سهل عليك ان انت تقدر تاكسس الداتا بطريقه احسن. وبتبتدي هنا بتبتدي انت تحط الرولز بتاعتك بقى. هل انت بتبتدي، طبعا احنا في الهارد كوبي كنا لو حابين ان احنا نتخلص بحاجه، يا اما نروح نعمل لها اركايف ونوديها الهيد اوفيس، او ان احنا نتخلص منها تماما، ان احنا بنبقى خلاص ما نتخلص من الفايل الهارد كوبي. انما في السيستم بتاع الكلاود ده بدانا ان احنا يظهر عندنا مفهوم ان انت ممكن تاركايف دوكيمنتس، ان انت مش محتاجها دلوقتي بس هتفضل محفوظه عندك برضو على السيستم في مكان انت لو حبيت ان انت ترجع له هتعرف ترجع له، بس في نفس الوقت هي نوت ان يوز، مش تحت ايدك، يعني انت مش هتلاقيها موجوده في الفيرجنز اللي هي ابديتد عندك، هتلاقيها موجوده في مكان بس مش تحت الحاجات الابديتد. تقدر ان انت تتخلص منها بعد فتره لو انت عاوز تعمل لها ديليت بعد فتره، بتحب تعمل لها ديليت وقت ما انت عاوز، مفيش اي مشكله. تمام، ده كده الجزء بتاع اللي احنا اتكلمنا عنه في الاساسيات بتاعه الدوكيمنت مانجمنت. طيب احنا ليه طيب بنلجأ ان احنا يبقى عندنا دوكيمنت سيستم؟ ليه احنا بنحب يكون عندنا دوكيمنت سيستم؟ ليه ما اشتغلناش بالطريقه المانيوال القديمه دي؟ اول حاجه increased security، زياده الامان، ان النظام ده بيمنحك تحكم كامل في كل المحتوى الخاص بيك. انت عندك دلوقتي جزء من البيانات بتقدر تحدد مين ممكن يشوف ايه امتى، مين توصل له المعلومه، مين ما توصلوش المعلومه، مين يقدر يشوف جزء من المعلومه ما يشوفش المعلومه كامله. فانت حفاظك على سريه المستندات دي ده شيء مهم جدا ان انت تقدر تحافظ عليها، لان في ناس براءات الاختراع والحاجات دي كلها بتتسرق منهم بسهوله لو هي موجوده على الهارد كوبي. ففي حاجات كتير مثلا بتقدر شركات او بتقدر ديبارتمنت تحتفظ بسريه الحاجات بتاعتها او الاسرار التجاريه او افكارها الجديده، تحتفظ بسريتها لاطول فتره ممكنه لحد ما هي تنوي ان هي تعلن عنها، فبيتسرقش منها كل الداتا بتاعتها. فانت هنا بيبقى عندك سيطره كامله على كل الدوكيمنتس بتاعتك بطريقه كويسه جدا وبطريقه سهله، وبتقدر ان انت توصل اي حد المعلومه معينه لو انت عاوز توصلها له. احنا مثلا كدوكيمنت كنترولرز او كسايت عندنا احنا شغالين عليها كونستراكشن سايت، يعني يبقى عندنا ساعات في ناس بيبقوا جايين متدربين عندنا في السايت، انت وانت شغال معاه بتبقى خايف ان انت تديله كل المعلومات، ان هو يبقى يحصل له كونفيوجن او تبقى عنده مشكله او ما يقدرش ان هو يفهم الموضوع. في نفس الوقت بتخاف ان انت تخليه ليه اكسس على كل الفايلز الموجوده على الكمبيوتر عندك، فبالتالي بيبتدي هو ممكن يعمل حاجه عن طريق الخطا، يدلت حاجه او يمسح حاجه او يعمل اي حاجه او يغير حاجه، فانت شغلك ترجع تعيده كله من اول وجديد. فانت تقدر تديله اكسس معين ان هو يوصل لمستند معين. في مثلا مديرين ممكن يدوا اكسس معين للمساعدين بتوعهم لداتا هم يقدروا يشوفوها بس ما يقدرش يعدلوا عليها. تمام، فدي برضو من ضمن الحاجات المهمه جدا او من ضمن الحاجات اللي بتساعدنا في السايت مثلا، ان احنا نقدر ان احنا نتعامل بالسيستم ده. تاني حاجه بتدينا تعاون اسهل، easier collaboration. انا لما بقدر ان انا يكون عندي مستند وبقدر ان اكتر من حد يتعامل عليه في نفس الوقت، ده شيء كويس جدا، ده شيء بيوفر لي وقت وبيوفر لي مجهود، ما بيخلينيش انا استنى بعد اخ استنى ما بيخليش حد يستناني انا لما اخلص الشغل بتاعي على الدوكيومنتس دي وبعدين ارجع اروح اديها لحد تاني يبتدي يشتغل عليها من اول. هو ممكن يشتغل عليها في نفس الوقت اللي انا بشتغل عليها. دي برضو من ضمن السيستم، ان السيستم بيحاول ان هو يخلي الناس تتعاون على نفس الدوكيمنتس اكتر من شخص بيتعاون على نفس الدوكيمنتس وبيعمل شغله فيها من غير ما يضايق التاني في شغله. فانت بتديله اكسس، بتخلي ان بتقدر انت تتحكم في عدد الاشخاص اللي ممكن ان هم يوصلوا للمستند ده وممكن ان هو يحرره في نفس ذات الوقت. دي حاجه. تمام، الاهم من كده بقى ان هو بيدي علامات تبويب لكل واحد عمل تغيير على المستند، فبيبقى كل واحد عمل تغيير بيبقى عارف ان هو المسؤول عن التغيير بتاعه، تبقى عارف ان في احمد هو اللي عمل السبجكت ده، ان احمد هو اللي عمل الموديفيكيشن ده، فكل حاجه فيهم كل واحد في الديبارتمنت بيبقى مسؤول عن التغييرات اللي تم اجراءها. حاجه كمان بيديلك اكسس لكل الناس، كل واحد دخل عمل ايه امتى، بيديلك اكسس بالتواريخ، بيديلك ريبورت بكل التواريخ وبكل واحد دخل، حتى لو دخل شاف الدوكيومنتس ما عدلش عليها برضه بيعرفك ان الدوكيومنتس ده حصل فيه. لو انا عندي دوكيومنتس مثلا حصل عليها تعديل وراح التعديل ده للمدير والمدير ما وافقش عليه، دايركت الدوكيومنتس دي بترجع لي على، طالما هو عمل ريجكت على التعديل اللي حضرتك عملته ده، بيرجع الدوكيومنتس تاني لاخر تعديل كان حصل عليه،
بيشيل التعديل اللي حصل له ريجكت ده وبيرجعه ايه للريفيجن اللي قبليه، علشان تبتدي حضرتك تعمل التعديل من اول وجديد عشان يتباع التاني للمانجر ويتوافق عليه. ودي من ضمن الحاجات المهمة جدا في اي سيستم، ان انت بيسهل عليك او ان انت بيخليك تشتغل بطريقة احسن وبتعاون احسن. ودايما بياخد كل الدوكيومنتس بتاعتك دي وبيرفعها قلنا على الكلاود علشان يبقى سهل ان كل الناس تتعامل فيها وان انت تقدر تشوفها. تالت حاجة بتبقى بيرديوس الكوست. انا بالنسبة لي او بالنسبة للشركات بيبقى بالنسبة لها دايما بتدور على الكوست القليل، بتدور ان هي حتى ايفن لو دفعت فلوس كتير في مشروع او فلوس كتير في سوفت وير او في برنامج او في سيستم، يبقى لها احسن كتير بدل ما تقعد كل شويه تدفع في رانينج كوست طول الوقت. طول الوقت انت هتبقى محتاج ان انت تعمل فايلنج، محتاج فايلات، محتاج كابينتس، محتاج رومز او مكان تقعد تفايل فيه الكلام ده كله، فانت بعد كده مش هتحتاج المساحه التخزينيه دي تاني خالص. كل المساحه اللي انت هتحتاجها، كل المساحه التخزينيه دي انت ممكن تحولها لورك ستيشن علشان الناس تقعد تشتغل فيها، فبالتالي ممكن تجيب ناس اكتر ويتعاملوا مع الدوكيومنتس عن طريق السيستمز دي، وتوفر الاماكن اللي انت كنت بتفايل فيها الاف الورق اللي انت بتفايله ده، ان هو يبتدي يتعامل في المكان ده بقى على اساس ان هو ده مكتب وانت خلاص الفايلنج انت حاطه على سوفت وير. حاجه تانية كمان بالنسبه للكوست، انت مش هتبقى محتاج ان انت كل شويه تعمل صيانه لاجهزه الكمبيوتر بتاعتك او صيانه للسيرفر او صيانه للهارد ديسك اللي موجوده في السيرفر، او ان انت تشتري هارد ديسك عشان تاكستند الستورج بتاعته. انت كل الكلام ده هيبقى موجود على الكلاود، فبالتالي الكلاود هيبقى هو انت بتراعي معاهم، هما اللي بيعملوا صيانه للسيستم وبيعملوا صيانه للسيرفر بتاعهم، انت كشركه مالكش علاقه بالموضوع ده، فبالتالي كل الصيانات دي هتوفر عليك وقت كتير جدا وتخليك انت ما بتدفعش كل المصاريف دي. رابع حاجه تحسين الامتثال، امبروف كومبلاينس. لو انت عندك في شركتك عندك لوائح معينه، تقدر تخلي اللوائح دي تنص، تخلي اللوائح دي تتنفذ عن طريق السيستم بتاعك. السيستم هيخلي الناس، يعني انا بالنسبه لي لو انا بعمل مثلا، لو انا بملى ابلكيشن الابلكيشن دي طلبت معلومات معينه وانا ما دخلتش البيانات دي، هتلاقي الابلكيشن عمرها ما هتنقلك على النكست ستيب الا لو خلصت البيانات بتاعت الستيب دي. فبالتالي ده هنا انت بتقدر ان انت اداره المستندات او النظام بتاع اداره المستندات ده بيبسط عمليه الامتثال دي وبيضمن التزام كل الناس والتزام مستنداتك باي قواعد او اي لوائح انت هتحطها، لان ده هتبقى حاجه ملزمه لكل الناس الموجوده، عمره ما هيدي له اللي هو عاوزه الا لو عمل الحاجه. في شركات بتعمل مثلا التايم كارد مثلا او الغياب والحضور بتربطه بالسالري، انت مش هينزل لك السالري بتاعك الا لو انت خلصت الحاجه الفلانيه، فهو السيستم ده اللي بيلزمك ان انت تعمل كل حاجه صح. اخر حاجه بيديلك مور فريدم اند تايم، الوقت اللي لما انت بيبقى عندك السيستم ده شغال اوتوماتيك، بيبقى بالنسبه لك الخطوات اللي بيتم اجراءها يدويا خلاص بقت قليله، بتلاقي نفسك انت بتعمل حاجات قليله بايدك، بس في نفس الوقت انت في السيستم ده بيعمل حاجات كتير قدامك انت بتبقى سهلت عليه، فبالتالي انت بيبقى عندك وقت اكتر ان انت تعمل فيه شغل اكتر من اللي انت كنت بتعمله زمان. يعني مثلا احنا زمان كنا بنعمل نقعد نعمل فرز المستندات، نعمل فرز للدوكيومنتس بتاعتنا او فلترنج للدوكيومنتس بتاعتنا، وبنقعد ندي اذونات او ان احنا نعمل ديستريبيوشن هارد كوبي ان احنا نطبع الورقه ونروح نديها لحد ونمضيه ان هو استلم الدوكيومنتس. انت اوتوماتيك ممكن تديله الاوردر ان هو اي دوكيومنتس جايه محتويه على كلمه كذا تروح له فلان الفلاني، وهيبقى عندك تراك بالدوكيومنتس دي راحت له امتى وهو ايه الاكشن اللي اخده في الدوكيومنتس. فدي الحاجات اللي احنا بنقول عليها ليه انا ممكن اكون بستعمل او ان انا اكون محتاج ان انا اتعامل في دوكيمنت سيستم. طيب ايه هي الحاجات المهمة جدا اللي انا محتاج ان انا تكون عندي في السيستم اللي انا بتعامل فيه؟ طبعا هم دول اهم، هي دي الحاجات، هم 10 شروط لازم يكونوا موجودين عندنا في السيستم بتاعنا as a document management system. طيب اول حاجه بنتكلم فيها الورك فلو فور دوكيومنتس. اول حاجه لازم تتاكد ان نظامك، ان النظام اللي انت بتعمله ده او السيستم اللي انت بتعمله ده بيستوعب كل الورك فلو اللي انت بتعمله لكل المستندات الموجوده. ما ينفعش يبقى في مستند الورك فلو بتاعه مش قادر ان انت توفقه مع السيستم ده.
فمهم جدا ان المهام اللي انت بتعملها، ان كل المستندات اللي عندك المختلفه انت بتقدر تخصص لها دوره مستنديه باكملها. ان النظام اللي انت بتتحكم فيه لازم يكون شغال على كل الدوكيمنتس اللي عندك، فلازم يكون بتطبقه على كل الدوكيمنت عندك. تمام، لازم النظام هو اللي يستوعب الدوكيمنتس، مش ان انت تولف الدوكيمنتس على النظام اللي عندك. يعني ما ينفعش يكون هو مثلا عامل ورك فلو بطريقه فانت بالتالي هتتبع الطريقه بتاعت السيستم، لا، لازم السيستم هو اللي يتبع النظام بتاعك عشان يبقى كده طريقه صحيحه. تمام، طيب دي اول حاجه. تاني حاجه الابيليتي تو كونفيجر ميتا داتا. اولا عاوزين نعرف ايه هي الميتا داتا، حد عنده فكره ايه هي الميتا داتا؟ طيب الميتا داتا دي هي البيانات الوصفية، ده التعريف أو الترجمة الحرفية بتاعتها، البيانات الوصفية. البيانات الوصفية هي المعلومات عالية المستوى التي تصف المستند، يعني هي حاجات بتبقى هاي ديتيلز جدا بتصف المستند بتاعك، زي مثلا المستند ده اتنشأ امتى؟ مين اللي عمله؟ عمله امتى؟ طب مين اللي بيوافق عليه؟ طب هو بيروح فين؟ طب هو المستند ده بعد ما ده عمله راح ابروفل، مين اللي عمل له الابروفل؟ كل التفاصيل دي، فالتفاصيل دي مهمه جدا ان هي تبقى موجوده. طيب محتاج برضو من التفاصيل دي ان انا اكتب فيها ايه الديسيبلين، الديت بتاعها، هو احنا استلمناه امتى وطلع امتى، طيب الستاتس بتاعته ايه. كل ما تكتر البيانات الوصفيه في الدوكيمنتس اللي عندك كل ما يبقى سهل عليك ان انت تعمل لها فلتريشن. هنتكلم عن موضوع الفلتريشن ده تاني في موضوع الريبورتنج، لان ده مهم جدا في موضوع الريبورتنج. لما باجي اعمل ريبورت لازم يبقى عندي بيانات وصفيه صحيحه، فبالتالي هنا لازم السيستم بتاعي يكون قادر ان هو يكون بيانات وصفيه كتيره جدا وتفاصيل كتيره جدا على دوكيمنتس، على كل دوكيمنتس موجوده عندي، عشان لما اجي ادور عليها اقدر اوصل لها لاكتر من طريقه. يبقى عندي مثلا كلمه او عندي نوع مستند او عندي كلمات رئيسيه اقدر ان انا اوصل بيها للمستند. لان انت كتير بيجي مثلا مديرك يقول لك معلش انا بدور على حاجه في الفتره الزمنيه مثلا من كذا، فانت طبيعي لازم تساله على كي وورد عشان تعرف توصل له. فلو هو لك ادالك مثلا التاريخ صح، لو هو ادالك مثلا الكي وورد صح هيديلك التاريخ غلط، لو هو ادالك الكي وورد غلط هيديك التاريخ صح. فانت هتلاقي مثلا مديك 3 معلومات من ضمنهم مثلا معلومه صح ممكن تكون المعلومتين التانيه غلط، ان هو بيقول لك في الفتره الزمنيه من كذا لكذا. فانت لو انت عندك بيانات وصفيه اكتر او تفاصيل اكتر هتلاقي نفسك بتلاقي الحاجه دي بسهوله، لما تيجي تدور عليها هتلاقيها بطريقه احسن من ان انت تقعد ان انت تبقى كاتبها على كلمه واحده والكلمه دي بس هو اللي انت هتقدر توصل لها منها. عشان كده بيبقى احنا كتير قوي بنأكد على كل الدوكيمنت كنترولرز اللي شغالين معانا ان حاول تدخل البيانات بطريقه صح، لان لو في بيان او اي تفاصيل دخلت بطريقه غلط انت مش هتعرف توصل لها. يعني في ناس تقول لك ايه يعني فرقت سبيلنج ميستيك مثلا الايه من الايه، مش هتفرق، ما هي مفهومه، هي مفهومه، بس انت يوم ما هتيجي تدور عليها هتدور عليها بالطريقه الصح، هتدور عليها بالحرف الصح وبالكلام الصح مش بالطريقه الغلط، فبالتالي انت مش هتبقى عارف غلطت فيها امتى علشان دلوقتي بقى باين شكلها عامل ازاي. تمام، فمهم جدا ان يبقى السيستم اللي عندنا بيقدر ان هو يكون بيانات وصفيه. تالت حاجه مهم جدا ان هو يقدر السيستم ده يقدر يكونفيجر مع المايكروسوفت اوفيس. كل البرامج اللي عندنا احنا طبعا لا غنى عن المايكروسوفت اوفيس في حياتنا اليوميه، احنا كل حاجه بنتعامل فيها بيبقى فيها الاوفيس، الوورد، الاكسل، باوربوينت، ايفن حتى الاجهزه بتاعتنا الموبايلات بتاعتنا بيبقى فيها عليها البرامج دي. فلازم البرنامج اللي انت هتتعامل بيه يكون بيقدر ان هو يكونفيجر مع التفاصيل دي عشان اي تغيرات اقدر ان انا اعملها من خلال السيستم ده. طيب فرضا انا عندي ريبورت مثلا مكتوب بالوورد او ان انا حاجه بعملها بالوورد، طيب اقدر ازاي انا احولها على السيستم؟ لازم احولها للسيستم التاني، فمش لازم ان انا ابتدي ان انا اعيدها من اول وجديد علشان احولها على ادخلها السيستم عندي. فلازم السيستم ده يكون كونفيجر مع او في انتجريشن مع المايكروسوفت، تمام، علشان يبقى سهل عليا ان انا احول من الفايل ده للسيستم او من السيستم لنوع الفايلز. تمام، ده كده قلنا انتجريشن ويز اوفيس. بعد كده
intelligent business rules for review and approval. مهم جدا ان انا احط قواعد للمراجعة والموافقة، تمام؟ قواعد المراجعة والموافقة دي بيبقى عندي اكتر من طريق. لازم عندي نظام التحكم الجيد في المستندات، يبقى اكتر من هو ان انا بيفحص المستندات وبيتشك عليها قبل ما يدخلها السيستم. طيب انا ايه تاني اللي محتاجه؟ محتاج ان انا اظبط المراجعة والموافقة والتوزيع علشان اضمن ان العمل ماشي بطريقة صحيحة. طيب ايه هو مثلا المراجعات اللي انا او الشروط اللي انا او الروتينج اللي انا بتعامل بيها؟ عندنا 3 انواع من الروت. اول حاجه التوجيه الشرطي اللي هي conditional route. ده بمعنى ايه؟ ان هو العمليه اللي انا هقول مثلا ان اي حاجه خاصه بالبيمنت هتتحول على مين؟ على الكيو اس. فانا هكتب كده في السيستم او هحط كونفيجر كده في السيستم ان اي حاجه خاصه بالبيمنت او بالمستخلصات هتتحول على طول دايركت، هتحصل لها ديستريبيوشن على مين؟ على الـ QS. طيب في حاجة تانية، في حاجة اسمها sequential routing اللي هو التوجيه المتسلسل. بمعنى إن أنا ممكن تكون الحاجة دي مثلا الـ documents دي ليها علاقة بالإلكتروميكانيكا، فأنا بالتالي محتاج إن الـ documents دي تروح للـ department بتاعت الميكانيكا الأول، وبعد كده بعد ما يدي الـ approval بتاعه أو إن هو يعمل reviewing على الـ documents دي تتنقل تروح للـ electrical department وبعد كده تطلع for approval، تمام؟ في حاجة اسمها parallel routing اللي هو التوجيه الموازي، اللي هو أنا ببعت ال documents ل 2 department مع بعض وهما الاتنين يبتدوا إن هما يدوا رأيهم أو يراجعوا ال documents في نفس الوقت. زي مثلا مين؟ المعماري والسيفل. حد مثلا من المعماري والسيفل يقول لك مثلا إن أنا محتاج إن ال documents دي تروح للاتنين مع بعض في وقت واحد، تمام؟ كمان من ضمن الحاجات بتاعة المراجعة والموافقة إن أنا أقدر إن أنا أعمل ديليجيشن. لو في حد مش موجود في مكانه، لو في حد واخد أجازة مثلا مش موجود في الشغل بتاعه، أجازة مرضية أو whatever، هو مش موجود في المكتب الفترة دي، فترة زمنية معينة، فبيتم إرسال المستندات لحد بديل هو اللي يقوم بالعمل ده في الفترة دي، تمام؟ فدي اسمها الديليجيشن رول. اخر حاجه اسمها escalation rules. الاسكليشن ده ليه علاقه بالريمايندر. مثلا حاجه مثلا انا مثلا احنا مثلا كدوكيمنت كنترول يبقى دايما عندنا لازم يكون السيستم ده فيه حاجه زي الالارم كده يقعد يقول لك ان هو بدا الدوكيمنتس دي بدات ان هي خلاص المفروض ميعاد تسليمها قرب. طب ميعاد تسليمها قرب، طب وهو برده ما خدش اكشن، الشخص المسؤول ما خدش اكشن، يبتدي ان هي تعمل escalation للريمايندر ده وترفعه لمديره، فمديره لو ما خدش اكشن يبتدي ان هو يرفعه لمديره التاني لحد ما يوصل الموضوع ده لاكبر حد موجود في الشركه، ان يبقى معروف ان الجزئيه دي او الدوكيمنتس دي ما حصلش عليها اي سبمشن او ما حصلش عليها اي تجديد ليها. فبالتالي ابتدي انا اتعامل وابتدي ان انا ابقى عارف او كل الديبارتمنت تبقى عارفه ان في مشكله في الدوكيمنتس دي او الدوكيمنتس دي ما لم يتم الرد عليها لحد دلوقتي، وابقى انا عارف ان هي حصل لها تاخير، تمام؟ ده كده الجزء بتاع الريفيو اند ابروفال. كده الرقم 5 التكامل مع تدريب، مع إدارة التدريب. طيب التكامل مع إدارة التدريب مهم جدا السيستم اللي احنا حاطينه يكون عنده القدرة او ده يعني بيعني ايه؟ ان هو القدره على تدريب المان باور بتاعتك على كل التغيرات اللي بتحصل على المستندات اللي عندك. انا بيبقى عندي سوفت سيستم او سوفت وير لازم ان انا ادرب عليه الناس اللي عندي، فلازم احدد حاجات معينه في السيستم عشان تعرفني ايه اللي هيحصل. اولا لازم احدد مين اللي محتاج للتدريب، تمام؟ تاني حاجه مين، ان انا لازم احدد سجلات الموظفين اللي عندي مين اتدرب على ايه وكان ايه هي نتيجه التدريب. ان في ناس مثلا ممكن يبقوا دخلوا مثلا التدريب معين وطلعوا ما استفادوش اي حاجه، فلازم اعرف السبب فين. هل هو السبب في ان الماتيريال اللي هم اتدربوا عليها كانت صعبه عليهم، هم مثلا كان لغتهم باللغه العربيه وهم مثلا خدوا التدريب بالانجلش وهم اللغه بتاعتهم بتاعت الانجلش مش تمام؟ هل مثلا المدرب اللي جه يدرب الماده دي او الماتيريال دي ما كانش قادر يوصل لهم او ما كانش قادر ان هو يخليهم يستوعبوا الماتيريال دي بطريقه صحيحه؟
طب هل هم اصلا ما كانوش كانوا كسلانين مثلا، او كانوا مش عاوزين، ان هم كانوا جايين يهزروا وما صدقوا ان هم طلعوا من ساعات العمل لحاجه تانية يعملوها، فبالتالي هم عاوزين يقضوا بس وقت ومش جايين يتدربوا؟ فانا لازم احدد ايه هي الاسباب والنتائج اللي حصلت من التدريب. اول حاجه لازم احدد ايه هي النتائج، هل الناس فعلا اتدربت وحصلت على التدريب تمام، وهي فعلا اتعلمت الحاجه اللي اتدربت عليها، وابتدي احلل الاسباب بتاعت النتائج اللي انا شفتها. فده بالنسبه للتدريب. نيجي بعد كده للأوامر التغيير أو طلبات التغيير ومراقبة المراجعة وعمليات الخطوة. دلوقتي طبعا من ضمن الحاجات اللي بتضايقنا احنا كدوكيمنت كنترولرز طلبات التغيير، لو في اي دوكيمنتس بيحصل فيها تغيير احنا طبعا بتبقى حاجه بالنسبه لنا مرهقه جدا، لان احنا بنروح نسحب الدوكيمنتس القديمه ونديلها كانسليشن ونرجع نجيب الدوكيمنتس الجديده ريفيجن، ونبقى حريصين ان الدوكيمنت الجديده تكون موجوده مع كل الناس اللي كانت معاهم الدوكيمنت القديمه، ونحاول ان احنا نسحب كل الدوكيومنتس القديمه ونعمل لها ديستروي ونتاكد ان مفيش حد احتفظ باي كوبي منها. وبيبقى موضوع عشان بنقعد احنا لو احنا شغالين مانيوال فاحنا بنقعد نشيلها من الهارد ونشيلها من السوفت، ونحاول ان احنا نبعت ميل بالكانسليشن ونعمل كل الاجراءات دي، فدي طبعا بتبقى حاجه ممله جدا. طيب بالنسبه بقى للسيستم، احنا موجود عندنا اوريدي سيستم موجود، فاحنا عاوزين نعمل فيه القصه دي بتاعت طلب التغيير ده. فده لازم يحصل، اولا لازم يكون عندنا رولز علشان تحكم القصة بتاعت التغيير دي. أول حاجة مش أي حد يقدر يعمل التغيير، لا مش أي حد مسموح له إن هو يعمل التغيير، تمام؟ فأول حاجة لا يمكن لأي شخص إجراء تغييرات غير مصرح بيها، لازم اللي يعمل التغيير يبقى هو اللي مسؤول عنه، أو يبقى هو اللي المفروض يعمل التغيير. تاني حاجة لازم أحط المستندات الجديدة مكان القديمة، ولازم احتفظ بالمستندات القديمه، ما ينفعش ان انا ارميها علشان ما يحصلش اي كونفليكت بعد كده. فلازم ان انا احط المستندات القديمه في مكان ما تبقاش قابله للاستخدام، بس تبقى متشاله كاي كافيدنس لينا او كاركايف دوكيومنتس موجوده في الهيستوري بتاع التشينج، علشان ابقى عارف ان التشينج ده حصل في يوم من الايام. تمام، ممكن اعمل تغييرات على مستندات، على مستندات اكتر من مستند مره واحده، مش لازم ارجع ان انا اعمل كل مره اعمل تغيير على مستند. يعني انا مثلا عندي اجراء هيتعمل، طلب اجراء مثلا هيتعمل على كذا مستند، مش لازم اعمل كل مستند على حده، ممكن اعمل اجراء واحد على تغيير كل المستندات. تمام، الحاجات اللي خلاص ما بقاش مطلوبه ان هي تتعمل، ممكن ان احنا نوقف استخدامها بشكل امن، يبقى خلاص معروف ان الدوكيمنت اتغيرت عليها او حصل عليه تغيير، فما ينفعش ان احنا نستعملها دي. طيب دي كانت حصلت معايا انا شخصيا، ان احنا كنا شغالين في بروجكت او في سايت، السايت ده كان كنا شغالين فيه سكوب غير سكوب السايت اللي قبليه، او غير سكوب اللي الشركه عندنا واخده فيه شهاده الايزو بتاعنا، فبالتالي هم كانوا مدينا الفورمز او التمبلتس بتاعتنا كانت مش فاليد على السكوب بتاعنا، فكنا محتاجين ان احنا نغير التمبلتس بتاعتنا دي. فبالتالي انا بعت طلب تغيير لمدير اداره الكواليتي عندي بالحاجات اللي محتاجه ان انا اغيرها، وبكل الفورمز اللي احنا محتاجين ان احنا نعدل عليه. طبعا رجعنا كل الفورمز وكل التمبلتس الموجوده عندنا وعملنا طلب تغيير كامل، وخدنا موافقه من مدير المشروع ان احنا نبعت ده للديبارتمنت الكواليتي ديبارتمنت، والكواليتي ديبارتمنت مشكوره خدت التغيير ودرسته وخلت التغيير ابليكابل على كل الدوكيمنتس وكل المستندات والتمبلتس اللي خاضعه في المشروع بتاعي، وادت لنا ريفرنس كده للتغيير ده، وطلبت مننا ان احنا نحتفظ بالدوكيومنتس القديمه بتاعه اللي هي قبل التغيير دي، نحتفظ بيها في مكان امن او في مكان على جنب في الاركايف، مش في اللي هي الحاجات اللي هي بتاعه الاستخدام، مش الفايلز بتاعه الاستخدام. وبالتالي حطينا معاها موافقه الطلب او الموافقه او الطلب التغيير، موافقه طلب التغيير ده ورقمه على الدوكيومنتس دي، وركناها على جنب، بحيث ان احنا لما يجي لنا اوديت من الكواليتي ديبارتمنت بعد كده في يوم من الايام، او جالنا اي اوديت من بره الشركه او من جواها، يبقى معروف ان احنا الدوكيومنتس دي غيرناها اكوردنج امر التغيير الفلاني، وان احنا بدانا نتعامل في الدوكيومنتس الجديده دي ابتداء من التاريخ الفلاني، علشان يبقى احنا كده احنا شغالين بالطريقه الصحيحه. فبالتالي كمان لازم في السيستمز بتاعه الدوكيومنت لازم يبقى عندنا السيستم ده يكون فاليد ويكون واضح، علشان مش اي حد يعمل اي تغيير في اي وقت هو حب. تمام، رقم 7 بقى قدرات اللي بيسموها الريبورتنج كابابيلتيز، اللي هو القدره على ان انا اعمل ريبورت بطريقه صحيحه. طيب
انا دلوقتي كنا من شويه بنتكلم عن الميتا داتا، البيانات الوصفيه. البيانات الوصفيه كل ما انا زاد عندي الديتيلز بتاعتي، كل ما انا قدرت اعمل ريبورتات صحيحه بشكل صحيح. فانا بالنسبه لي محتاجه ادوات مرنه تساعدني في تصوير البيانات وتبسيطها، وان انا اقدر ان انا انشر. مثلا انا مثلا كدوكيومنت كنترول عندي كل اللوجز بتاعت كل المشروع، هل انا ينفع اطبع اللوجز بتاعتي دي وادخل بيها ميتنج مثلا زي بروجرس ميتنج مع الناس، مع مدير المشروع؟ اكيد لا طبعا، مش هتبقى فاليد اصلا ومش هتبقى مفيده باي حال من الاحوال. لما انت هتطبع ريبورت، ده ما يعتبرش ان هو ريبورت، ده يعتبر سجل. لو دخلت انت بالسجل هتبقى انت عامل زي البشكاتب اللي واخد دفتر معاه كتير قد كده، وهم داخلين يدوروا على حاجه. هو مش هيدور على اسم يقول لك شوف لي الاستيتس بتاعت الماتيريال الفلانيه، ايه الاستيتس بتاعتها، او هي طلعت ابروفد ايه وتاريخ ايه، عمره ما هيسألك على حاجة زي كده. البروجرس ميتنج معمول علشان انت تديله تقارير، تديله تقرير مخصص او مجدول عن حاجة معينة، عن بروجرس حصل في المشروع. تقدر تقول ان انت مثلا ايه، المقاول قدم مثلا 50 سبميتر، 20 منهم اتوافق عليهم، ولسه مثلا ال 30 التانيين تحت المراجعة. هو مش هيبقى محتاج يعرف ال 20 اللي اتوافق عليهم دول ايه بياناتهم، بس محتاج ان هو يعرف ان هم 20، يثبت كام من المجموع بتاعه. تمام، ممكن يبقى محتاج ان هو يعرف بيانات اكتر عن ده، ان هو مثلا ايه، طب ايه التريدز اللي واقفه، طب ايه اللي عندي شغل الاوت ستاندنج اللي لسه ما طلعش، طبيعته ايه، هل هو ميكانيكال، هل هو الكتريكال، هل هو اركتكتشر، طيب هل هو حاجه في السايت ولا حاجه محتاجه ان انا ارجع لسبورت في الهيد اوفيس، طب هل هو البيانات دي هل هي حاجه قديمه قوي محتاجه ان انا مثلا ان انا ادي عليها ريمايندرز، طب هي اتاخرت ليه، طب ممكن تكون ليها علاقه بالسبلاير. فانت هتبتدي تحلل البيانات اللي عندك. فانت كل ما كان عندك ميتا داتا تحت ايدك، كل ما انت بتقدر ان انت توصف اكتر الريبورت بتاعك، ويبقى سهل ان انت تعمل فلترنج على حاجات معينه. ممكن وانت في الميتنج بتبقى مديله مثلا شارتس مثلا كده بطبيعه كل التفاصيل اللي انت عاوزها، بتبقى عامل جدول صغير كاتب فيه البيانات الوصفيه اللي انت بتتكلم عنها، في الاخر عامل شارت عشان توضح له نسبه من كام لكام اللي انت بتتكلم عنه. دي طبعا بتبقى حاجه مفيده جدا، لان هو بيبتدي بقى ان هو يحدد اولوياته، ويحدد ان هو استراتيجياته هتبقى ماشيه ازاي. هل احنا محتاجين ان احنا نضغط على انه ديبارتمنت، محتاجين ان احنا نضغط على انه جزء، على الجزء بتاع المكتب الفني، ولا جزء بتاع السايت، ولا مين بالظبط. فهو كده بيبتدي ان هو يعرف هيركز المجهود بتاعه في البروجكت فين. فبالتالي انت كدوكيومنت كنترول تبقى انت خلاص انت ظبطت البيانات بتاعتك، حلو جدا انت عامل اللوجز بتاعتك تمام، بس برده مهم جدا ان انت تقدر تطلع ريبورت من اللوجز بتاعتك بطريقه صحيحه، بطريقه كويسه. اخر حاجه بنتكلم فيها هي السكيورتي. طبعا مهم جدا ان انت تعرف ان انت، قلنا ان احنا مهم جدا ان احنا نقدر ان احنا نقول مين بيقدر يشوف ايه امتى. هل كل الشركه عندنا هتشوف كل المعلومات؟ يبقى احنا ما كناش محتاجين اي سكيورتي سيستم، كنا سيبنا كل الدنيا مفتوحه على بعضها. لا، احنا دايما عندنا في الكومبانيز بتاعتنا والاورجانيزيشن بتاعتنا دايما بنبقى محتاجين ان في بعض الناس تشوف كل حاجه، وفي بعض الناس تشوف حاجات معينه بس هي اللي بتتعامل معاها. وقلنا كمان ان احنا بنقدر نحدد مين اللي بيقدر يأدت، ومين اللي بيقدر يشوف بس الداتا، ومين اللي بيقدر يدي ابروفل او يدي اوثورايزيشن للحاجه دي. تمام، فبالتالي في حاجات كتير كنا احنا بنعملها مانيوال، فالسيستم ده لازم هيخلينا ان احنا نعملها مره واحده، نحددها بعد كده هي هتمشي اوتوماتيك. زي مثلا اذونات العرض والتحرير، الموافقه للمستخدمين، اتاحه المستندات على اساس الحاجه، ان انا عندي بيانات مثلا انا محتاج حد محتاجها، يعني مثلا الراجل بتاع الميكانيكا مش محتاج ان هو يشوف حاجه في الديبارتمنت بتاع الكهرباء الا مثلا الحاجات اللي هو ليه علاقه بيها، مش محتاج يشوف كل اللوح بتاعه الالكتريكال مثلا، فهكذا. فدايما بيبقى في عندك في بيانات مشتركه ما بينك وبين ديبارتمنت تانيين، لازم تبقى دي شيرد مع الناس التانيه. في بيانات بتبقى انت محتاج ان انت تحتفظ بيها كديبارتمنت لوحدك، زي مثلا الناس الكونفيدنشال بتاعت الحاجات الماليه والكلام ده، ده طبعا بيبقى محتاج ان هو ما يشاركش اي بيانات مع اي حد تاني. تمام، نيجي اخر حاجه بقى هنا بنتكلم عنها، او الحاجه اللي قبل الاخيره، اللي هي موبايلتي ماترز، اللي هي مسائل التنقل. دلوقتي بالنسبه لنا احنا في العصر اللي احنا شغالين فيه ده، دايما بنحاول ان احنا السيستم اللي احنا شغالين عليه ما يكونش بس مقصور على سيستم شغال في المكتب على الديسكتوب. محتاجين ان احنا يكون السيستم اللي احنا شغالين بيه يكون بنقدر ان احنا نتعامل بيه مع الموبايل، مع الايباد، مع البي سي.
لان الحاجات دي لازم تديني اكسس ان انا لو انا مثلا السيستم عندي ما بيشتغلش غير من المكتب، ما انا كده ما عملتش حاجه برضه، ما انا كده برضه كان بالنسبه لي الفايلز كانت ارخص لي واحسن لي. فدلوقتي الناس اللي موجوده في السايت زي مثلا احنا الموظفين اللي بيبقوا شغالين في مكان تاني، او المهندسين اللي بيبقوا شغالين في مستودع او في مركز لوجستي مثلا او اي حاجه من الحاجات دي، بيبقوا محتاجين ان هم برضو نظام تحكم للمستندات يقدروا ان هم يتعاملوا فيه، ويقدروا ان هم يحصلوا على المعلومات اللي هم عاوزينها في الوقت الصحيح، مش وقتها مش بعد منها بكتير. محتاج ان هو يبقى عارف وهو واقف يستلم الحاجه دي هل هي فعلا خدت ابروفل ولا لا، هل الحاجه دي توافق عليها ولا لا. فبالتالي محتاج ان هو ياخد المعلومه دي من مكان تمام. تمام، فلازم يبقى الموضوع ده لازم يتيح مراجعه الدوكيومنتس دي، لازم السيستم ده يتيح لينا مراجعه الدوكيومنتس والموافقه عليها من خلال الموبايل او من خلال الايباد. مش لازم ارجع المكتب او مش لازم اساين الحاجه دي بقلم وورقه علشان اقدر ان انا اتعامل بيها. فممكن تبقى الموافقات واجراء التغييرات وتوزيع المستندات بشكل كفء عن طريق الموبايل. تمام، كمان بالنسبه للداشبورد كمان محتاجين ان هي المستندات المتاخره او المشكلات اللي بتحصل، محتاج ان انا لو رجعت ان انا رجعت للداشبورد برضو محتاج ان انا يبقى اقدر ان انا اعمل لها اكسس من على الموبايل برضو. محتاج ان انا ارضو ان انا اقدر ان انا اعمل اكسس للريكورد لللوجز للدوكيومنتس الموجوده عندي في كل مكان. الحاجات اللي انا بقدر اعمل لها اكسس من الديسكتوب بتاعي محتاج ان انا اقدر ان انا اعمل لها اكسس كمان من الموبايل او من اي جهاز لوحي بالنسبه لي انا بتعامل معاه، علشان يبقى سهل الوصول اليه. لان في الاخر اولا واخيرا الدوكيومنتس دي كلها مش متشاله على الهارد، مش متشاله على الكمبيوتر بتاعي، كل الحاجه دي بتبقى متشاله على فايلز سحابية او كلاود فايلز، وبالتالي بقدر ان انا اوصل لها طول ما انا عندي انترنت، بقدر ان انا اوصل لها في اي وقت وفي اي مكان. اخر حاجة مهم جدا ان انا اقدر ان انا اكونفرت الفايلز بتاعتي والدوكيمنتس بتاعتي لبي دي اف، لازم يكون انتجريتد والبي دي اف، لان البي دي اف فايل يعني نوع مستند زي الوورد والاكسل والباوربوينت كده. محتاج ان هو السيستم بتاعي يكون يقدر ان هو يتعامل مع البي دي اف، عشان ما اضطرش ان انا اسيف الفايل بس ما اقدرش ان انا اخد منه كوبي مثلا سوفت كوبي. فلازم ان هو يحتفظ بالمستندات الاصليه بعيده اللي انا بقدر ان انا اديت عليها، بعيده عن المستند اللي خلاص محفوظ وان كل الناس بتقدر تشوفه في الاخر. فمهم ان هو يبقى محتفظ لي باخر نسخه خلاص اتوافق عليها، فبيحتفظ النظام ده بالمرفقات كلها، بس اللي قابله للتحرير او اللي هي اللي انا بقدر ان انا اعدت عليها تكون مخفيه بعيده عند ناس معينه هم بس اللي يقدروا يعدوا عليها، عشان لما اجي اعمل امر تغيير اقدر ان انا اوصل لهم واعمل واخد الروت بتاع التغيير ده بطريقه صحيحه. هم دول العشر حاجات اللي مهم جدا في اي سيستم بتاع مانجمنت، بتاع دوكيمنت مانجمنت يكونوا متوفرين فيه. قلنا ان هم مهمين جدا ومحتاجين جدا ان احنا بيكونوا متوفرين، لازم نبقى احنا document control متأكدين ان السيستم ده بيوفر لي العشر elements دي، مفيش حاجة منهم ناقصة، لان كل حاجة مش موجودة في المكان ده الا لو احنا فعلا محتاجين لها بضرورة ضرورة جدا. تمام، لان من غير اي elements من ضمن elements دي لو فقدنا واحد فيهم يبقى احنا كده خسرنا حاجة مهمة جدا من ضمن الحاجات اللي هتساعدنا في الشغل بتاعنا. انا كده خلصت. تمام، في كده أي أسئلة؟ طيب تمام، أشوفكم على خير إن شاء الله المحاضرة الجاية بإذن الله. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.